خلينا نروح لكرة السلة الرجال والحقيقة اللي يمكن أخبارها مزعلة جمهور النادي الأهلي شوية وبكرة النادي الأهلي عنده مباراة الاتحاد السكندري إن شاء الله في دوري السوبر في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة المباراة الساعة 8 ونص مش 8 .00. تم تعديل المباراة وبقت 8 ونص وإن شاء الله هننقلها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي زي ما تعودنا وخلينا أقول لحضراتكم أنه طبعا ما زال الفريق عنده غيابات يعني انا كان ليا الشرف امبارح ان انا حضرت جزء من التدريب بتاعهم وطبعا اصابات وايقافات ما بين الكسيانج مش هيلعب انا شفت الجمال مش هيلعب حاتم البحيري شفت مجموعه من اللاعبين بيتعالجوا الحقيقه شفت عمر طارق برضو بيتلقى العلاج شفت اهاب امين امبارح بيلعب اول اول تمرينه جماعيه بالماسك الازاز على وشه هتشوفوه بكره في المباراه عشان طبعا يعمل بروتكشن لمراخيره من الكسر اللي بقاله ثلاث اسابيع بس حتى اهاب امين مش 100% سليم يعني هو الراجل بيتحامل على نفسه عايز يلعب فالحقيقه احنا مقدرين زعل الجمهور واحنا عباره عن فرد من الجمهور ولكن اكيد النادي الاهلي شغال على ده واكيد ان شاء الله باذن الله بسواعد رجاله هتقدر نتائج تتحسن ان شاء الله وكلنا ثقه وكلنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني وكلنا ثقه في اداره النادي الاهلي انها ان شاء الله تقدر تصحح مسار الفريق وخليني اقول لكم ان احنا عندنا امل كبير ليه امل كبير لان دي ادوار ترتيبيه فقط اللي هيفرق فيها فقط ان انت هتقابل ماتش جامد في البدايه طب انت لو عايز تاخد بطوله لازم هتلعب ماتش جامد وخلينا اقول لكم ان الفرقه دي ما اكتملتش وهنتكلم بكره ده ان شاء الله في الاستوديو التحليلي مع ضيوفي بكره بالتفصيل الفرقه دي لم تكتمل نهائيا سواء في التدريبات او الماتشات من اول الموسم اصابات وحضراتكم حضراتكم حضرتوا معانا في الدوري المرتبط لما كان في اصابات اربع خمس لاعبين مصابين بكورونا ثلاثه يمكن ثلاثه لاعبين مصابين بكورونا زائد شد زائد وخمسه وبعد كده رجعت ثلاثه يعني زمان انتوا شفتوا الحال كان عامل ازاي خلصنا من كورونا دخلنا في اصابات والاصابات ليس لها علاقه ببعضها يعني هاب امين كسر في المراخير كان في مباراته مع المنتخب في تونس عندنا عمر طارق ظهره وظهره كان فيه بعض المشاكل زائد التواء بالكاحل ابراهيم الجمال كان برضو التواء في الكاحل وبعد كده شد احمد مهيب شد امبارح برضو انا شفت احمد مهيب ايضا آآ آآ مصاب فالفرقه ما اكتملتش وعايز اوضح حاجه كمان ان الفريق قايمه الفريق 15 لاعب لما بيغيب خمسه من الفرقه يعني كده 30% من قوام الفرقه راح منك فبتضطر تستعين بفريق الشباب فتخيلوا انت يعني بعد الشر اي فريق ثلثه غايب الاصابات اكيد نتائجه هتتهز واكيد نتائجه هتتاثر احنا مش بندافع ولكن احنا بنقول الحقيقه لجمهور النادي الاهلي، واحنا بنقول انه اللي فيه الفرقه حقيقه يعني انا امبارح في المباراه في التمرين فعلا غيابات كتير وحتى اللعيبه اللي بتلعب في لعيبه لسه راجعه من الاصابات، خلينا بكره ان شاء الله احنا بندعم فرقتنا كل الدعم للفريق ان شاء الله عشان نشوف النتائج تتحسن باذن الله.